بعد السياسي للحاج. في أيام الأمويين، في أيام العباسيين، اللي أتباع أهل البيت كانوا في أشد أنواع الضغط، اللي بدأ هذا الضغط بشكل قوي، من قبل كان أكو أيضا، ولكن اللي بدأ هذا الضغط بشكل منظم مقنن معاوية. حقيقة معاوية عجيب تأثيره الشيطاني في التاريخ. بدأ حملة منظمة مقننة للضغط على الموالين للحاق ولأتباع أهل البيت. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، اتهام. احنا الحمد لله الآن في كثير من بلادنا عايشين في نعمة، في رفاه. أجدادنا هواي عانوا حتى أوصلوا هذه الأمانة إلينا. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، يعني أهل البيت صلوات الله عليه، فنكلوا به واهدموا داره. اهدموا بيت، إذا واحد انهدم بيته وين يروح؟ لازم يروح بالشارع. هالشكل كان المتنفس، يمكن المتنفس الوحيد اللي كان لأتباع أهل البيت الحج، كان لأتباع الحق، للذين يريدون التغيير الحج كان. هناك كانوا يروحون بالحج، يلتقون، يتداولون القضايا، يتعاضدون، يتكاتفون. الحج فيه وحدة الصفوف، فيه رفع الحواجز النفسية، فيه رفع التعصبات القومية والإقليمية، فيه خروج عن الحصار الإعلامي اللي الدول الظالمة تفرضه على الموالين للحق. فيه تعاون، فيه تكاتف، فيه تعاضد ولو بمقدار، ولو بمقدار.